صراحه بيك يا كابتن اسلام وكل طبعا مشاهدي ونجوم الاستوديو التحليلي، اكيد حاله حزن كبيره جدا طوال جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ايضا كمان مستمر الاستاذ كان باين عليه حاله الحزن قبل ما دخول المؤتمر الصحفي. ابرز الحديث النهارده في المؤتمر، الراجل قال كان بدانا الشوط الاولاني بشكل مميز 12 دقيقه من الشوط الثاني، اخطاء كبيره جدا وقع فيها للنادي الاهلي، تلقينا هدف في الثاني، قال اخطاء كثيره جدا، حاولنا ان احنا نستدرج الاخطاء، حاولنا ان احنا ندي تعليمات، لكن واضح ان في اخطاء جماعيه، واضح ان في اخطاء فرديه لابد ان احنا نشتغل عليها، لابد ان كويس يعني قال نفس الكلام اللي كان بيقوله الاستوديو التحليلي هنا، يعني عشان الناس بس تبقى في غربه يعني. ان ما يبقاش في يعني احنا نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا والجمله اللي موجودين بيقولوا هنا، وبيقولوا ان يجب ان احنا نعترف ان هناك اخطاء، ونعترف ان هناك كذا وكذا 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 وغيابات كثيره جدا جدا جدا، لما الغيابات دي هتخش هتبقى الامور مختلفه. بالظبط يا كابتن اسلام، اكيد تاكيدا على كلامك وعلى كلام كابتننا في الاستوديو التحليلي، فعلا في اخطاء جماعيه واخطاء فرديه، الراجل قال ما قدمناش حل غير ان احنا نشتغل، ما قدمناش اي امر ثاني غير ان احنا نشتغل على كل الاخطاء دي الفتره اللي جايه. كمان يمكن بعض الصحفيين اللي كانوا متواجدين سالوه قالوا هل انت خلاص اكتفيت بعدد اللاعبين اللي متواجدين دلوقتي في القائمه ولا محتاج حد في خط الدفاع او محتاج لعيب بشكل عام؟ قال انا بالفعل يمكن محتاج حد في خط الدفاع. كمان اتكلم على ان بشكل عام، قال النهارده لعيبه النادي الاهلي بتلعب 90 دقيقه كالعاده، عندها روح قتاليه كالعاده، قال النهارده ما كنا بنامل ان احنا لعيبه النادي الاهلي حتى نهايه المباراه يقدم من اول دقيقه لاخر دقيقه، قال لك ان الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها يمكن ضيعت مننا الماتش، ويمكن احكي اكثر من مره وكلامه اكثر من مره كابتن اسلام على الشغل، لابد يكون في شغل، خلاص المباراه انتهت، واكيد قال بعد المباراه كل واحد بيبقى ليه رؤيه وكل واحد بيحدد على حسب رؤيته، بيقول ليه مثلا ده ما نزلش، ليه ده ما لعبش الفريق دي، لكن جوه الجيم الامر مختلف شويه. بتاع كمان سؤال مهم جدا، قال هل مستر مارتن ما قدرش ان هو يجد التوليفه المميزه قله الوقت، ويمكن الراجل ماسك بقاله فتره قليله جدا، قال في التدريبات ما بانتش الاخطاء الكبيره دي، بانت في الماتش، اكد بالفعل ان التدريبات كان في بعض الاخطاء، لكن النهايه والمقياس هو المباريات، وبالفعل النهارده اخطاء عديده جدا وقت لعيبه النادي الاهلي جماعيه وفرديه، واكد عليها كريم. هل كان هناك اي كلام عن التحكيم؟ لا يمكن ما تطرقش لهذا الامر خالص يا كابتن اسلام، وحتى الصحفيين يبقى في تعليقات من المراقب، الثلاث اسئله لكل صحفيين، ما يبقاش في كلام عن التحكيم، ما حدش تطرق لهذا الامر، الراجل اتكلم بشكل عام في الجيم، اتكلم في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها الفتره اللي جايه لابد نشتغل فيها، عندنا ماتش بكره كمان ودي بالنسبه للفريق للنادي الاهلي، الراجل عايز كمان يشوف المجموعه النهارده، يمكن عدد كبير جدا رؤيه فنيه لمستر مارتن مش متواجدين في القائمه، بدل ما يكون في مباراه وديه لفريق النادي الاهلي، الراجل عايز المباريات، لان الاخطاء يا كابتن اسلام انت عارف الاخطاء بتبان بشكل كبير جدا في المباريات مهما كانت التدريبات وقوه التدريب والجرعات التدريبيه، لكن الاخطاء ومع الضغط ومع المجهود الكبير بتبان اكيد بكل الاخطاء، لكن صفحه واتقفلت، النادي الاهلي لابد يكون الفتره اللي جايه يكون في شراسه، شخصيه النادي الاهلي تعود، روح الفنان النادي الاهلي تعود من جديد، مباراه الافريقيه وقلنا شهر واحد في مباريات كثير يا كابتن اسلام، عندنا سموحه ضمن فريق فيتا كلاب شبيبه الثوره، ماتشات كثيره جدا، فلابد ان النادي الاهلي يشتغل بشكل كبير، مستر مارتن يبقى معاه وقت كافي ان هو يقدر يصحح الاخطاء دي، لكن اكيد مش يعني ما اقدرش اقول لك ان فعلا في حاله حزن كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي والجمهور للنادي الاهلي، لكن خلاص صفحه واتقفلت، ان شاء الله اللي جاي احسن بالنسبه لفريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام. ان شاء الله. هل اللعيبه غادروا الملعب ولا لسه؟ اه كابتن اسلام، يمكن معقد المباراه مباشره، توجه لعيبه النادي الاهلي مباشره الى حافله النادي الاهلي، مستر مارتن الوحيد اللي كان متواجد بصحبه المترجم الخاص بي الى المؤتمر، ومجرد انتهاء المؤتمر يمكن خلاص توجهت لحافله النادي الاهلي خارج استاد الدفاع الجوي، غدا ان شاء الله باذن الله يكون فريق جديد، يكون وليد ازارو كمان يستعرض عليه، قال بكره هيكون الوقوف على حاله وليد ازارو، وحاولنا ان احنا نساله هل العضله الاماميه العضله الضامه، لسه الامر ده ما بانش بالتشخيص المبدئي طبعا، لكن بشكل عام النهارده الجيم يمكن النادي الاهلي زي ما قال اكد قبل كده كابتن محمد يوسف، بندي هدايا للفرق المنافسه مش محتاجه هدايا الفتره اللي جايه، فالصفحه واتقفلت ان شاء الله يا كابتن اسلام، واللي جاي احسن للنادي الاهلي باذن الله. اشكرك يا كريم على كل هذه المتابعه، ويعني ان شاء الله تبقى الامور افضل خلال الفتره الجايه. تامر كنت عايز تقول حاجه؟ كنت عاوز اشترك في السؤال اللي عاجبني بصراحه كريم. لا لا انا بالنسبه لي كنت عاوز اشترك في السؤال اللي انت سؤال حلو جدا ولئيم.